السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة يا حبايبي هنعمل مع بعض الحواوشي بالعجينة. انا عجنتها والوقتي بترتفع في التقطيع، وهنا 3 بصلات متوسطين ونص لحمة مفرومة، حبيتين قوطة شايلة منها منزوعة البذر من جواها، 3 قرون فلفل، البهارات جوزة الطيب والكزبرة والفلفل والحبهان، ورقة ماجي والملح بتاعها. والوقت هنروح على الكبة، هنقطع مع بعض البصل والفلفل عليه. اهم حاجة الطماطم يا جماعة تشيلوا منها البذر بتاعها وكله، والبهارات المشكلة والقطع من غير نقطة مية، وكل ده نفرمه مع بعض في الكبة بتاعتنا. هنفرم مع بعض في الكبة وارجع لكم. وكده حطينا 2 برنجانة هنعملهم بابا غنوج مع بعض جنب الحواوشي. دلوقتي هنبدأ نبكت مع بعض يا جماعة، واللحمة المفرومة بالبصل بكله بعض اهوت عادي لحمة الحواوشي، وناخد بالويمة كده بالبركة ونبطك كده. كده قفلنا واحدة يا جماعة، ونمسكها نخرمها بالشوكة عشان ما تقلبش معانا، وده احلى تقفيل حواوشي. لما قفلنا الواحدة الثانية يا جماعة ونخرمها مع بعض بالشوكة. وكده منظر العجين بعد ما ضبطناه، كده شكل فطورنا النهائي. وده البابا غنوج اللي احنا وريناه لكم اول الفيديو، وده عصير قمر الدين، وده الحواوشي والكاتشب. وياريت كل يحطوا اشتراك ويفعل الجرس ويحطوا لايك عشان يوصل لكل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.